ولسوف يعطيك ربك فترضى. راح يعطيك عطايا في الدنيا من رفعة الذكر والسمعة. سبحان الله، هذا النبي شرح الله له صدره، زكاه في صدره، ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه في بصره ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه في علمه علمه شديد القوى، وزكاه كله عليه الصلاة والسلام حينما قال أدبني ربي وأحسن تأديبي. إذن كيف ودعك ربك؟ الله ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك في الدنيا سمعة مكانة، اليوم المآذن أشهد أن محمد رسول الله، هذا رفع ذكر ولا لا؟ هذا أعطاك ربك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقيل لن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم إلا متى؟ يلا متى جلس مرة النبي يبكي؟ اللهم صل على محمد. إذا ما حبيت الرسول بعد هالكلام، بعد هالحديث هذا، راجع نفسك. فجلس يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله له جبريل وهو أعلم، قال اسأله ما الذي يبكيك يا محمد؟ وش يبكيك؟ قال أبكي على أمتي، خائف عليهم من النار. قال اذهب إليه وقل إن الله لن يسوءك يا محمد في أمتك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وش معنى هالآية؟ يوم القيامة، يوم القيامة لما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، يشوف الناس اللي دخلت النار، حتى اللي دخلوا النار يا رسول الله، حتى اللي دخلوا النار، يعني هو دخل المؤمنين إلى الجنة وشفع للناس كلها يوم القيامة، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ودخل المؤمنين للجنة وطق باب الجنة وفتح له باب الجنة، خلاص دخل المؤمنون الجنة، ومن اتبعك دخل الجنة، من عصاك دخل النار. يا رب وش فيك يا محمد؟ إن من أمتي من أدخلته النار، ويسجد ويطلب ربه. قال قم يا محمد، يقول فحد لي حدا، حدد لي، قيل حد عدد وقيل حدد له معصية، عدد من المعاصي، قال فأخرجهم من النار. يقول فذهبت